في هذا الجو البارد لا مفر سوى البيت، لكن هناك من يفتقد لهذه النعمة، فتكون الأرض فراشه والسماء غطاؤه، على غرار نور الدين الذي يفترش الشارع لأزيد من 4 سنوات هنا بقلب العاصمة. يداووكم يدوك بالك الطبيب إن شاء الله هكذا. خير ما تقعد هكذا برا ماشي مني. والله راح يزيد عليك الحال وتمرض، ديجا راك مريض. عمي نور الدين هذا انسان راهو عنده بوندون بالك براسكو واحد 2 3 ولا هنا عايش برا، عنده بروبليم فاميليال كايو الناس، مالوريزمون ما الفاميليا تاعو ما تكفلش بالك به ولا لا، الناس يدير هنايا تاع الحومه ولا حاجه يديروا المقدور تاعهم واش يقدروا ماكله ولا حاجه، ولا يجيبوا له ديكوفرتير ولا حاجه. واش نقول لك، ما الوقت هو عنده زاد عليه الحال ولا يمرض، كي مرض مسكين ما كاش يتعبوا به ولا يرفدوا ولا يعني، المهم هو يعاني برا. بعد ان قست عليه الحياه لا ماوى ولا عائله، اتخذ نور الدين من هذا المكان مبيتا له تحت المطر. كل ما يملكه هو هذه الافرشه البارده والمبلله. في حاله والله ديني المواد الشتاء اللي طاح داني ما حكيتك الشتاء هذه بركه، ما نحكوش على البوسي، غير في حاله والله الكوفرات شوف ابريف لي كوفرتير تاعو كاع مشي مغين، المطر راح مشي مخ، هو بداته مشي مخ، ما يقدرش ينوض خاطش عنده بروبلام في رجليه، بدينا مرض من رجليه ولا ستوما ولا حاجه كدايا، يجيبوا له الناس دواء ولا حاجه، هي نورمالمون ماشي الناس اللي هكذا، نورمالمون على يتكفلوا به مصلحه تاع الصحه ولا حاجه يديروا الفيزيت سوتو في البيريود هذه تاع كورونا هذه 19. انا انسان طلب وانا الانسان ما يريحش برا، سوتو بيريود كيما هذه تاع الشتاء ماذا به يدوه يداويوه يتكفلوا به الماكسيموم كايوها الناس، انسان راه جزائري هذا ماهوش براني ولا حاجه. نظرات أنهكها المرض والبرد في الشارع هو كل ما استطاع نور الدين فعله، فهل من يد دافئة تحتويه في هذا الجو البارد؟